السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام، سادة المشاهدين، أحبابي في كل مكان. تعطلت عليكم وغاب هذه الأيامات، ولكن الآن أتواجد في استوديوهاتنا، ولهذا وجب الإعلام على أننا غادي نكون معكم كالعادة، حاضر وناظر ولبس نظر. ودائما أقول لكم أنني توحشتكم، وتحت شعار أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مار، قلبي اللي بغاك العمر. إلى التفاصيل. واللي طبعا أول مرة غادي يدخل لهذه القناة، المباركة بإذن الله، يدير ذاك المصيبة ديال الجيم والبارتاج على أوسع نطاق، وطبعا اشترك في القناة إلى أول مرة غادي يدخل لها، وغادي ندخلوا في الموضوع إن شاء الله. أول شيء إخواني وأخواتي الكرام، كتعرفوا على أن احنا ماشي كنتشفاو في الجزائريين، احنا كنهضروا كنكشفوا حقائق، كنفضحوا هذاك الشيء اللي كيغطيه النظام العسكري. تصوروا معايا سيداتي وسادتي، قناة الشروق الجزائرية حطت هذه الصورة الواقعية والحقيقية، ولكن هي كتنقلها غير كمجرد خبر. البويرة، مقبرة الذراع الحمر بسور الغزلان، كتغرق بسبب انسداد بالوعة مياه الصرف الصحي، كأنه شي حاجة طبيعية جدا. ولكن الحقيقة مع الأسف الشديد، حتى المقابر ديالكم والموتى ديالكم اللي هما كنعتبروهم موتى المسلمين، ما سلموش من الفساد ديالكم يا العسكر الجزائري، يا ولاد الكراغلة، ويا الأبواق المأجورة العاملين بالشروق والنهر وغيرها من أبناء ولاد الكراغلة، يا أحفاد الحركيين، يا خونة هذه الأمة، ما سلموش من الفساد ديالكم اللي كينخر البلاد والعباد. ما هزالة بلاد بالثروات ديالها وبالغاز والنفط والقوة الضاربة، وأقوى وأكثر وأكبر، لا تملك حتى بنية تحتية عادية طبيعية. الموتى كيدعيو فيكم، يا تبون ويا الشنقريحة ويا الرمامطة، قبح الله سعيكم إلى يوم الدين. فنحن نتضامن مع الشعب الجزائري المقهور، خاصة الجمهورية المحتلة من طرفكم، جمهورية القبائل الحبيبة إلى قلوبنا. نخرجوا من الحزن والأسى، وندخلوا دابا في الصحيح، وندخلوا في المسقي والدقسم. عقدة المغرب المكرسة اللي هي ولاو يعني كيعيشوا بها ومعها أنا الليل وأطراف النهار، تلفزيون الجزائري كيقدم على واحد الخطوة لا أخلاقية غير مسبوقة. ولكن المغاربة ماشي سهلين. في نفس السياق، أقدم تلفزيون الجزائري الرسمي اللي يعتبر يعني كواد ديال الصرف الصحي أعزكم الله، هذه راه القناة الجزائرية، واللي كتتكلم بلسان الكبرانات ديال العسكر الجزائري بلا زيادة ولا نقصان. إخواني وأخواتي، علقوا يعني في النشرة الجوية، جابوا عواصم ديال الدول المغاربية أو دول ديال شمال إفريقيا وكذا، وصلوا للمغرب، المغرب تحذفات من الخريطة. عاصمة المغرب الرباط ما عندهمش، محذوفة تماما، ما كيناش. هنا باش كنقولوا على أن كاين فرق كبير ما بين الواقع والخيال. بالمناسبة هذا واحد الدرية اللي تفكرت هذه في إطار المزاح وهي ربما حقيقية، جا سول باه قال ليه راه الأستاذ قال لينا ديروا هذا التمرين، شنو هو الفرق ما بين الخيال والواقع. باه بدا كيشوف مسكين، باه ما قاريش مزيان، وقال ليه عرفتي شنو الخيال مثلا؟ هو اللي كان في راس امك قبل ما تجوجها، كتقول لهم نون واش نتجوج انا هذاك، فهمتيني هذاك المقرد. والواقع هو انت جالس كتهضر معايا. المهم غادي نكملوا نعم سيدي، حذفوها من خريطة النشر الجوي يعني العاصمة الرباط، واكتفوا بتوضيح حالة الطقس على مستوى عواصم دول شمال افريقيا، والترويج لمدينة العيون كعاصمة لكيان البوليزاريو الوهمي. وهاد الأطروحة هادي كما كنعرفوا كاملين اللي فشل النظام العسكري الجزائري باش يفرضها، بالنظر لعدم اعتراف الأمم المتحدة وأغلب دول العالم بوجود ما يسمى جمهورية صحراوية بالمنطقة الغير المتواجدة، إلا كيف ما قلنا في الخيال ديال هذاك الدري
وفي سميتو في العقل ديال الكبرانات والابواق ديالهم والناس مساكن لها مجال الرعاع اتباع كل ناعت. ما نطولش عليكم، نشوفوا الفيديو الشرف في القناه الرسميه لنشاهد. بالجزائر خارج الوطن الى شمال افريقيا، هنا الامطار ستكون في الموعد بتونس وطرابلس 13 درجه بتونس، 20 درجه بطرابلس، القاهره 23 درجه، 36 بالخرطوم، بنواكشوط 32 درجه، وفي الاخير بالعيون المحتله الاجواء ستبقى غائمه كليا مع 23 درجه. كيف ما سمعتوا يعني في ما كان شي بين قوسين شي مسخه او لا شي مسخ كينسبوا راسهم الحقل الاعلامي او الحقل السياسي او العسكري في دوله جزائر دوله السوء، وهذا ليس بغريب اخواني واخواتي، لان ملي كنعرفوا الاصل ديال ولاد الكراغله، وطبعا انا لا اعمم، ملي كنعرفوا الاصل ديال ولاد العبيد ولاد الخدم احفاد ونطف الاتراك فما غادي نستغربوش اذا ظهر السبب بطل العجب. وهذه فكرتني بالمناسبه فاش كنت مسافر هذه الايامات، انا يلا كيف قلت لكم يلا انا جيت كيف ما القلبي اللي بغاك العمر هاكا. شفت واحد المقطع في تويتر ديال واحد قال لك سياسي محلل ما نعرف شنو فوتوغرافي من داكشي ديال سميتو ديالهم، والله يا اخوان الا بقيتي كنشوفو كنعاود المقطع مرارا وتكرارا، كيقول انه ما كايناش في الاصل شي حاجه سميتها المغرب، كاينه غير الجزائر، وبما ان الجهه الغربيه ديالها سميناها هما الجزائريين حنا كيقول لك سميناها المغرب لانها جات في الجهه الغربيه، يعني فين كاينه الجمهوريه الصحراويه الغربيه. المغرب شي حاجه ما كانتش، تصوروا معايا كاينه غير شي حاجه سميتها الجزائر. احيانا كيف ما كيقولوا بعض المراقبين والمحللين علينا ان نتعامل مع كثير من الجزائريين ابناء الكراغله كما يتعامل الطبيب النفساني مع المريض، رمتني بدائها وانسلت. الواقع والحقيقه والتاريخ يؤكد على ان الجزائر دارت حتى سنه 1962 وكانت 132 سنه شادينها فرنسا وخلى ولادهم وحفادهم الان مازال كنشوفوهم، يعني بدليل ثلاثه ديال الجمل بالعربيه ما يقدروش يتكلموا بها، هذه حقيقه وحنا ما كنعيبو ما كنسبو حتى واحد، هذه حقيقه فارضه نفسها. وكذلك الكراغله يعني ابناء العبيد اللي هي تابعه للاتراك يعني ابناء العبيد، راه درت واحد الفيديو كنت على هذا الموضوع خصوصا، فبقوا 350 سنه هما قاعدين تما، يعني الاخوه الثلاث واصحاب لا بربروزا اصحاب اللحية الحمر والجيش الاكشاري وكذا، ما كاينه غير النشاط العلمي والتفتح الاجتماعي هنا باش غتبدا تما جزائر، لان كانوا كيجيو الكليان كيدوزوا هكا من شمال افريقيا وكيجيو حتى من اسبانيا كيقطعوا، فهمتي؟ وكتلقى العام سيدي ما كاينه غير الزيارات وما كاينه غير الشمع ديك الساعات باقي ما كاينش الضو. على كل حال نكملوا الموضوع اي سيداتي وسادتي. وفي هذا الخضم مشى او شن الاعلامي الجزائري انور مالك هجوما عنيفا على النظام العسكري الجزائري عقب هذا السقوط الاخلاقي للقناه الرسميه قناه الضعر والعهر. مع الاسف اخواني واخواتي هذه هي الحقيقه، وصف هذه الخطوه بالعمل الجبان والمسيء للشعب المغربي. صور تحيد كاع انت المغرب، ديك النهار حيدو توبقال، ديك النهار داو سميت كازابلانكا، تمارس، محمديه، ما علينا. كيف ما تعرضت كيقول انور مالك القناه الجزائريه المذكوره لهجوم لاذع وسخريه عارمه من لدن المغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكروا سقوطها المهني والاخلاقي الذي ينم عن حقد دفين لا يمكن تخيله. حقيقة اخواني واخواتي كاين اللي غيجي يقول لنا حتى انتم كتعطيوهم القاصح، وفرق ما بينكم كنعطيك القاصح بالحقيقة والواقع والتاريخ وبالارقام، فرق ما بين انت تكون غير كتكذب وبدون سبب، وفي الوقت اللي احنا مدينا يدينا وقلنا راه نتعاملوا باسم الاسلام والجورة والعروبة والامازيغية وما نعرف ايش، ولكن لم نجد الا العداء المستمر والكذب على مقدساتنا وثوابتنا وعرضنا. وبحال انا مثلا نعطيكم على سبيل المثال، اسمحوا لي، ملي بداو كيقولوا لكم المغرب الدعاره السحر وكيكثروا من هذه الهضره الخاويه، وحنا كنعرفوا انه كثير من الجزائريات وجنسيات اخرى كاينين في الامارات وكاينين، بالاضافه لواحد الفئه اللي كاينه في العالم كامل ديال الخبر في راسكم. فانا ملي شفت انهم يزايدون علينا وهما بنات
بلادهم هما اللي كيدعيوا على انهم مغربيات وهم جزائريات. وهذا الشيء هذا وصلني من عده مصادر كما كيديروا في فرنسا ولا بلجيكا ولا في هولندا، وكيدعيوا باش يكبر لهم الشان وهما الحقيقه بنات وهران وغيرها. هنا انا بقيت كنجيب المقطع ديال شمس الدين الجزائري اللي كيعترف اعترافا وهو شيخ موالي للنظام العسكري، وكيطلع على قناه النهار والشروق كما سبق ان ذكرت انفا مرارا وتكرارا. هو اللي قال انهم هادشي وقع الان وداخل الجزائر بان النقطه ديال شمس الدين الجزائري. الله يستر عليك يا المخرج. لما تفتحوا 8000 بيت دعاء غير في العاصمه، غير في العاصمه الان 8000 بيت دعاء في العاصمه فقط، كيف ما ينتشرش السيده؟ كيف ما تنتشرش الامراض الخبيثه؟ والدكتوره اللي مالي قالت 8000 دار مقننه غير في الجزائر العاصمه بوحدها بالقانون، دارك هكا ودابا في كل هذا واقع. ولكن حنا ما كنبغيوش نضربوا هكا في الاعراض ديال شي واحد، كنجسدوا حقيقه وكنردوا نبينوا الحقيقه ديال الناس. اجيو طلعوا على المغرب، المغرب راه ما كاينش حاجه مقننه، كاينش حاجه مقننه، كاينه ديمقراطيه، كاين حريه، كاين حريه فرديه، ولكن كل شيء بالحدود وكل شيء مؤطر وكاينه بالقانون. تهضروا معنا انتم بحال الا بحال حاشاكم الاخوه والاخوات الا كتقارن يعني الوسخ مع الشوكولاط، راه فهمتوني؟ ما يمكنش. اذا من جديد المعلق الجزائري الدراجي يستفز المغاربه، ولكن الرد دائما ما ياتي سريعا. الدراجي اللي كيشتغل كما كتعرفوا مجموعه قنوات بين سبور ديال قطر، وكيخدم براتب حوالي 15000 دولار شهريه مع عده امتيازات، مستغل الجمهور اللي عرفوا عن طريق القناه له هو ولا خديجه قنا اللي كتربح 30000 دولار شهريا زائد الامتيازات زائد 6000 دولار شهريا نظيرا او مقابل الاشتغال ديالها في مركز الجزائري للتدريب. فهاد الناس كيستغلوا قناه الجزيره يعني كيديروا منها جمهور وكيستغلوا الهدف الاسمى ديالهم من خلال التدوينات والخرجات والتصريحات هو الطعن في المغرب والمغاربه. اذا يا قناه الجزيره يا المسؤولين والمدراء على الجزيره، كيف تسمحون لهؤلاء البلهاء، هؤلاء الجهال، هؤلاء يعني اللي هما يعني كيف ما قلت لكم درت بحث على خديجه قنا وعلى هذا الدراجي اللي بوا كان كيسرق الدراجات من المدارس الخاصه الفرنسيه ومشدو ثلاثه ديال المرات في الحبس على السرقه. هذا بوا ديال الحفيظ الدراجي، وراه هو سمع الفيديو ديالي وراه كان دار لي تعليق ونتحدى يرد عليا بحال تحديت بوا ديال جمال ريان على ان واش بوا ما كانش عميل وما كانش كيبيع الاراضي ديال فلسطين، هو كان سمسار كيبيع ديال الفلسطينيين وكياخذوا الملايين ديال الدولارات، واش لا يعتبر خائن؟ وبيو بالصوره واش هذا هو باك يا جمال ريان ام لا؟ والله لن يستطيع الاجابه لانهم خونة ابناء خونة، لصوص ابناء لصوص، وهكذا يفعلون. اذا من بعد مبدا الاحتكاك ما بين هؤلاء الصحفيين وبيننا او بين الشعب المغربي، لانهم هذاك الطعن اللي كيطعنوا في التوابت المقدسات المغربيه واللي كيخلينا مضطرين باش نردوا عليهم. كثير من المراسلات راسلوا صحفيين يعني المسؤولين هناك في الجزيره، واش هاد التخربيق؟ لان حنا اللي كنعرفوا على ان قطر كنحاولوا ما امكن نحترموا الدويله الصغيره الغنيه اللي وقفنا معها اثناء الحصار ملي تخلى عليها الجميع المغرب وقف معها قلبا وقالبا وفرط بزاف ديال المصالح الكبرى ديالو من اجل الانسانيه والتعامل في اطار يعني الاخوه والحب والحنان والعطف والوئام. ولكن ما بغيتش انا ندخل في قطر، وانما سننتظر شنو ممكن يديروا. نبقاو في حفيظ الدراجي وبعجاله. ابو تريكه اللاعب المصري ابو تريكه قال شي تصريحات ضد المثليين وداك الشيء الى اخره، فوقع عليه واحد الهجوم وربما شي دعوه قضائيه. فهذا حفيظ الدراجي كيتضامن مع ابو تريكه. حنا المشكل عندنا شنو هو؟ المثليين شغلك هذاك معاهم، لا انت ولا هو، وهذاك عيشوا حياتكم مع بعضكم كيف ما بغيتوا. نشر خريطه المغرب مبتوره من صحرائه في منشور اللي هو كيتضامن مع المحلل الرياضي واللاعب المصري السابق محمد ابو تريكه بسبب هذه المواقف ضد المثليه الجنسيه كيف ما قلنا. شوفوا معايا الصوره الله يخليكم سيداتي وسادتي،
وشوف كيفاش يعني بعناية مصاوب الفوتو اللي ديال الخلفية ها تا وي سيبورت أبو تريكا، يعني ندعم أو نتضامن مع أبو تريكا. هنا غادي نقولوا لي هو مباشرة يا حفيظ يا دراجي يا قمقم الكلب، أعز الله المشاهدين ديالنا في كل مكان، نحن كذلك وي سيبورت أبو تريكا، وي سيبورت هيم از ان ايجيبشن بلاير فيمس فيري جود بلاير، بات وي دونت سيبورت ذا لايرز اند ذا دوجز اند ذا دونكيز لايك يو اند لايك يور داد اند يور سيبورترز ذير ان الجيريان ارمي، ولاد الكبرانات ولاد الكراغله. نعم نعم سيدتي وسادتي، فها هو حقيقة الخريطة اللي كنت خصك دير يا دراجي. حقيقة الخريطة هي هذه، المغرب كامل ناضي واضح، المغرب في صحرائه والصحراء المغربية في مغربها من طنجة إلى الكويرة. واش ما كتشوفوش المدن في الصحراء المغربية كيف هي مزدهرة ومتلألئة؟ واش ما كتشوفوش كيفاش الناس مشاو صناديق الانتخابات والقبائل عندنا هنا في الخريطة كما كتشوف جمهورية القبائل لا ننسى، فهي جمهورية مستقلة، الجمهورية المتحدة العظمى، جمهورية القبائل للعاصمة ديالها تيزي وزو، ولا بد أن يستقلوا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الإخوة والأخوات قبل ما ننتقلوا فقرة أخرى، قريبا بالجزائر غتولي صلاة الغروب بدلا من صلاة المغرب. هاد الناس كلمة المغرب ولات كتضرهم في الكيان ديالهم وفي الجديغ الأيسر والألياف العصبية والعمود الفقري، ولات كتنزل لهم كلشي بلايص. في الحقيقة لا حدود للحماقات، كيف ما قال أحد الحكماء، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وكيف ما قال ألبير كامو، وألبير كامو هو اللي عاش العقلية الجزائرية واستخلص منها هذه الحكمة اللي كتلتقي يعني في الجوهر والروح ديالها مع قولة الفيلسوف اليوناني سقراط، على العاقل إذا خاطب الجاهل أن يعامله معاملة الطبيب للمريض. وأنا رجلتها ربما قبل سقراط، أنا قلتها قويلة. ولعل من يتابع ردة الفعل المغربي تجاه كل من هذه الحماقات غادي يفهم بلا شك أننا قدام جثة نظام مريض أحمق أخرق أهبل وغبي فاقد لجهاز الإدراك والتمييز كإحدى أهم شروط التعقل كما في الشرع والقانون والاجتماع. غيرها ذلك أو غير ذلك كل الأفعال اللي كتصدر على النظام الجزائري إلى يومنا هذا مشهود لها دوليا بالعبثية وانعدام المسؤولية، وحتى داخل الجزائر أعلم علم اليقين أن هناك كثير من الجزائريين بغوا يهبلوا بغوا يتسطوا وكيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر، ومن لا يستطيع الجهر بها فوالله يقولها في نفسه. من اللي سمع تبون كيقول أن جورج واشنطن هو اللي عطى الكوابس للأمير عبد القادر، هما اللي دخلوا الصين للأمم المتحدة، والمغرب هو اللي حرق غابات القبائل. تبون بالمناسبة قوي الصغير، هذا بحث ولكن لا أؤكده، أنا ما كنأكدوش، وهو الاسم ديالو ماشي عبد المجيد تبون، الجد ديالو سميتو بنيامين تبول، وتبول هذه قلبت عليها وتقدروا تقلبوا في جوجل، كانت بإيل، هي اسم العائلة يهودية من يهود الجزائر، فكانت تبول وبوها كان سميتو بنيامين تبول، باليمين ناصر يمكن دخلوا كيدخل، المهم قلبوا على هذه وقولوا لي الرأي ديالكم. فالأصل ديال تبون فهو الأصل ديالهم من اليهود ديال الجزائر، والله أعلم والله أعلم، قلبك عامر بالإيمان. إذا نكملوا، قلنا على أن هذا الشيء اللي كيصدر من النظام العسكري وهذه القرارات هذه اللي هي تحولات إلى تنكيت وسخرية من طرف الجميع، آخر ما جاء يعني هي النشرة الجوية اللي بينا لكم، نشرة جوية جزائرية اللي غيحذفوا منها المغرب هكاك يعني من الخريطة، ويقولك العيون المحتلة. يا معشر الأغبياء، هل مدينة العيون محتلة من طرف الأشباح؟ سؤال، لأن الخريطة المقدمة لعموم المشاهدين هي أراضي خالية على عروشها ولا اسم لها أو هوية. حتى لهذا الحد صبحت كلمة المغرب كدير واحد الضغط، واحد ارتفاع ديال السكر والضغط
ولات كتهبل وكتحمق الصراقط لي فوايو هاد ولاد الكراغله ولات كدوخهم هاد ولاد الكبرانات. من بعد يا معشر الاغبياء ما جربتوا كل النعوت، كل النعوت حطيتوها على المغرب، الكيان المحتل المغربي من تما دولة بشمال افريقيا كانها زعما ما كيناش. وبعدها تلك الاشاره البهلوانيه لرئيسكم تبون بن كلبون آل كذبون بصيغه هوك، يعني المغرب كيدير هوكي بالقمقومه ديالو هوك، زعما شي حاجه بحال شي حاجه زعما غير ما كيناش. وهي المغرب اقوى وافضل واحسن من الجزائر على 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 كل المستويات. انا نجي لكم لواحد النقطه مهمه ولكن قبل حتى نكمل، ليصل السقف ديال التهجم بالمملكه المغربيه اليوم تحذفوها كاع من الخريطه من بعد الفشل الذريع من حذفه من الوجود والحضور النوعي اقليميا ودوليا لكي يمثلوا المغرب. نعم نحن نعرف ان هذا الحضور القوي يزعجكم، واينما تولوا وجوهكم تجدون هذا الوضع الاعتباري لبلدنا وسط الامم والهيئات، المملكة المغربية الشريفة بالدبلوماسية ديالها بالقوة ديالها بالمؤسسات ديالها بالشعب ديالها اكبر واكثر دولة، اكبر بلد اللي هو كيف ما صنفت المجلة الامريكية ركلتها لكم هذه واحد جوج سيمانات، اكثر دولة في الوطنية، اكثر دولة حبا لملكها حبا لشعبها ولارضها، قوة عظمى في المنطقة، قوة عظمى عندها تاريخ جذور مجترة إذا صح التعبير. إذن عاجل وبعد طول انتظار المغرب يرد رسميا على التهديد العسكري الجزائري. وهذه هي النقطة اللي كنت بغيت نقول لكم، هما كانوا كيجيو للتفوق العسكري كيقول لك آه لأنهم مرهتوا 20 أو 30 سنة هما كيشريوا كاع بالفلوس اللي خصهم يديروا بها البنية التحتية ويوكلوا الناس ويداويوا الناس في الجزائر، واللي قدروا يديروا بها ابسط يعني ما يفتقر اليه الشعب الجزائري كيشريوه سلاح او كيديروه في البنوك ديالهم، يعني العسكر بالالاف الجنرالات والضباط. اذا قضيه العسكريه، قال السيد عبد اللطيف الودي، ردوا معايا البيض الله يخليكم، ركزوا في هذه الفقره قبل ما نساليو لانها مهمه بزاف. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومه المكلف باداره الدفاع الوطني قال على ان المغرب إذ يؤكد على التشبث الراسخ بوقف إطلاق النار فإنه يظل وبالحزم ذاته عازما تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة في إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه. وأشار سيد لودي وقال بحسب تقرير للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة إلى أن القوات المسلحة الملكية عملت من خلال حرفيتها العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي على تعزيز الشريط الحدودي القرقرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية. وسجل المسؤول اللي خصنا نكنوا له كل الاحترام والتقدير على أن العملية اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية في القرقارات أظهرت للعالم العالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية لمكنات من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي وكذا بين البلدان الأوروبية والإفريقية. وشنو داو دولة زائر جارة السوء ولا المنظمة الوهمية الإرهابية اللي كتجند الأطفال مدوا غير الدق تم وصنادلهم هكا في الرملة وهما هاربين والدق تم. والله يا خوتي المغاربة وحالفين على أبوهم وراه صيفطنا لهم صيفطناهم عفوا، والدليل هو أننا هبلناهم حمقناهم سطيناهم ولاو كيف ما كتشوفوا هذه حقيقة لا خيال في إعلامهم وفي ندواتهم واجتماعاتهم هبلوا وتسطاو خرج لهم العقل. على كل حال حركة تحرير تمن راس وأدرار بالجنوب الجزائري تطالب بالاستقلال عن الجزائر، وهذه الإخوان عاود ماشي من عندنا، هذه كواقع مجسد على أرض الواقع الآن. من بعد شعب
منطقة القبائل بالجزائر المطالب بحق تقرير المصير والاستقلال على الجزائر بقيادة حركة تقرير المصير في منطقة القبائل اللي هي حركة الماك اللي سموها دغيا بالزربة بجرة قلم على أنها منظمة إرهابية، وهي منظمة استقلالية، منظمة تحريرية بغات تحرر وتستقل من الاحتلال الجزائري. وجمهورية القبائل يشهد التاريخ من عهد الفراعنة وقبلهم على أن دولة مستقلة بذاتها، ولكن مع الاحتلال ديال أبناء هاد الكراغلة هما اللي خلوهم الآن يعيشون في السجون منهوكين. على كل حال هاد حركة استقلالية تأسست على خلفية الاحتجاجات القوية اللي انضمها سكان هذه المنطقة الغنية بالمعادن الباطنية، لكنها ظلت بشكل متناقض مع الواقع فقيرة للغاية، محرومة من الظروف المعيشية الأكثر أساسية، وبقات كتعيش في الحرمان والتجاهل من طرف النظام العسكري الجزائري. وكيعاني سكان هذه المنطقة، دير لي الموسيقى الحزينة، وكيعاني سكان هذه المنطقة قلنا الواقعة على مشارف الحدود من دولة مالي، من النقص الشديد والمتكرر للمياه والغاز. هاد السكان مساكن اللي كيتكونوا أساسا من الطوارق، طالبوا مرارا وتكرارا بتخويل المنطقة للحكم الذاتي، ولكن دون جدوى أو جواب من قبل النظام العسكري الجزائري الدكتاتوري. والآن مازال كيعيشوا في الدمار والفقر والهلاك، ومازال كينشدوا أو كيناشدوا العالم باش يوقف معهم. كلنا طوارق، كلنا جمهورية القبائل، الله يحفظهم ويبارك فيهم، وقبح الله سعي الكبرانات ومن على شاكلتهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم أخوكم ومحبكم حبيب الملايين حبيب الجماهير، أخوكم إلياس من استوديوهاتنا. إذن خليكم في أمان الله.